وإلى المركز الأول لنتعرف على الصدارة، ونجد في المقدمة الشاهينية المحمود بن ناصر بن مرزوق الدرعي من يقدم لنا الشاهينية مع مقدمة بداية الانطلاق. ثاني المراكز اللي في المركز الثاني جلمودة، سالم بن سهيل بن عفر العامري يتقدم بجلمودة مع المركز الثاني. انتقل مباشرة إلى المركز الثالث وراء هي جمرة، مبارك بالحاي بن ملهي بن محمد المزروعي من يقدم لنا هذه الاسم مع المركز الثالث. رابع المراكز اللي في المركز الرابع من تصل أفنان، عبد الله بن خليفة بن محمد المرر من يقدم لنا أفنان محتله المركز الرابع. خامس المراكز اللي في المركز الخامس من تصل لمشاهدينا الكرام في هذه اللحظات وتتقدم مباشرة مع المركز الخامس، أرى حكمة أحمد بن فارس بن عفيره العامري من يقدم هذا الاسم مع المركز الخامس. المركز السادس تدخل من عنادي، تعود الملكية لراشد بن عبد الله بن حميد الخاطري من يتقدم مباشرة بهذا التقدم الممتاز. المركز السابع الوصول والقدوم من يماله، عبد الله بن سعيد بن مصبح بن غليط الغفلي من يقدم هذا الاسم. انتقل مباشرة إلى المركز الثامن والوصول والقدوم في هذه اللحظات من التماس، عبيد بن رملي بن محمد العامري من يقدم هذا الاسم. النقلة مباشرة إلى المركز التاسع والواصلة والمنطلقة في هذه اللحظات، أرى مشاهدين الكرام تقدم ممتاز من اللي هي ندى محمد بن علي بن طناف الدرعي. المركز العاشر وختام ندائنا الأول، وانطلقت مشاهدين الكرام وغيرت مباشرة إلى المركز العاشر في هذه اللحظات من تاتي اللي هي وعد، تعود الملكية مشاهدين الكرام من يقدمها لنا وعد أحمد بن عبد الله بالطير العامري. هكذا النتيجة، هكذا النداء الأول لشوط المهجنات الأصايل. نعود حيث البداية، نعود إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى الصدارة والقيادة من تاتي جلمودة في مقدمة الشوط مع المركز الأول، تعود ملكيتها لسالم بن سهيل بن عفر العامري في مقدمة هذا الشوط مع المركز الأول. تليها مباشرة مع المركز الثاني الشاهينية محمود بن ناصر بن مرزوق الدرعي مع المركز الثاني. ثالث المراكز اللي في المركز الثالث تنطلق مشاهدينا الكرام جمرة، مبارك بالحاي بن ملهي بن محمد المزروعي من يقدم لنا جمرة مع المركز الرابع أو الثالث في هذه اللحظات. رابع المراكز اللي في المركز الرابع ندى محمد بن علي بن طناف الدرعي من يقدم ندى محتلة مع المركز الرابع. المركز الخامس الواصلة هنا وضحى سعيد بن محمد بن هويمل العامري يقدم هذا الاسم. حكمة تتقدم، تعود الملكية أحمد بن فارس بن عفيره العامري، ولكن وصول من يماله عبد الله بن سعيد بن مصبح بن غليطة الغفلي من يقدم هذا الاسم. والوصول الجديد من مزنة، علي بن خليفة بن رشيد السويدي يتقدم ويقدم لنا مزنة. الوصول والقدوم من شعار بن رملي من يتقدم في هذه اللحظات ويقدم لنا التماس، عبيد بن رملي بن محمد العامري. يا سلام القادم والواصلة، تراحيب مبارك بن سعيد بن محمد بن خيله العامري وصلت في هذه اللحظات، ويا مرحبا بتراحيب. ولكن قدوم من بينونة، مسيعد بن سويد بن قران المنصوري. هكذا النتيجة، هكذا النداء الثاني مع مليء الأسامي من الأبكار اللي صالا وقالا اللقاي المهجنات من يزين هذا الانطلاق على أرضية ميدان الوثبة عاصمة الميادين. نعود حيث البداية، نعود إلى المقدمة والصدارة، إلى المركز الأول، إلى المسار الأول، الانطلاق الأول من تاتي جلمودة في مقدمة الشوط. ولكن هنا مزنة، مزنة، مزنة تتقدم مع جلمودة، تعود الملكية علي بن خليفة بن رشيد السويدي. هنا الوصول والقدوم من يماله عبد الله بن سعيد بن مصبح بن غليطة، تجمع عن الأبكار، انطلق الكل للمشاركة، انطلق الكل من أجل الفوز والناموس. ياهو زحف، ياهو هجوم من الأبكار المهجنات إلى صايل. يا سلام يا سلام يا سلام، العبور ما يبلاها طاري إلا في هذه اللحظات، تعبر من مركز إلى مركز، والعبور لناصر بن سعيد بن ناصر المنهالي من يقدم لنا العبور.
العبور تتقدم مباشرة، ولكن من اللي وصل؟ من اللي تقدم؟ وصلكم عبد الله بن حميد بن حارب الشامسي يقدم مكحولة، أسامي تدخلت يا أخوان، بن هويمل من الجانب الآخر، التقدم الممتاز والوصول هنا من طيبة علي بن خليفة بن رشيد السويدي، ولكن هنا مكحولة تبي تكحل عيونها مع الناموس، مع الفوز، مع الانتصار، ما شاء الله تبارك الله. عبد الله بن حميد بن حارب الشامسي هنا ينطلق ويقدم لنا مكحولة، مزنه مع المركز الثاني، مزنه ومكحولة انفردا بالشوط، نقول حوار ثنائي لقل الناموس والفوز، يا سلام مكحولة يا مكحولة، هناك اللي هي مزنه الامتار المجنونه، الامتار الاخيره، اشتد الصراع، صراع الاقوياء والابطال، ولكن مكحوله بالفعل عبد الله بن حميد بن حارب الشامسي، ان لم تكن مزنه ومكحوله، ولكن مكحوله بن حارب الشامسي، يا سلام اشرقت شمسك يا الشامسي مع الفوز والانتصار، عبد الله بن حميد بن حارب الشامسي هنياني لك على هذا الفوز والانتصار مشاهدينا الكرام بهذا الابداع والتقدم الممتاز. هنا المركز الثاني مشاهدينا الكرام، المركز الثاني مزنه علي بن خليفه رشيد السويدي، المركز الثالث من وصلت مشاهدينا الكرام وضحى سعيد بن محمد بن هويمل العامري، المركز الرابع كان من نصيب وعد احمد بن سالم بن السهيل الشرقي، المركز الخامس كان من نصيب تكريم صالح بن بني بن صالح البلوي، هكذا النتيجة مشاهدينا الكرام، ولكن مكحولة من نالت شرف الناموس لعبد الله بن حميد بن حارب الشامسي، قاطعة المسافة 5 كيلومتر في زمن وقدر مشاهدينا الكرام، ننتظر التوقيت الزمني أثناء وصولها إلى خط النهاية، معلنها الفوز والناموس عبد الله بن حميد بن حارب الشامسي على هذا الفوز والإبداع والانتصار. سبع دقائق 38 ثانية، 5 من الأجزاء، تهانينا لمالكها مكحول عبد الله بن حميد بن حارب الشامسي، مزنة علي بن خليفة رشيد السويدي مع المركز الثاني، 7 دقائق 38 ثانية، 7 من الأجزاء، ثالث المراكز من أتت وضحة سعيد بن حمد بن هويمل العامري، وقطعت المسافة في زمن وقدره 7 دقائق مشاهدين الكرام لا شك.